يعني ما قلتليش على سبب اصرارك انك تقابلني برا السيرك. اصل في كلام يمسك ما احبش حد يسمعه غيرك. خير؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ متشكره قوي، مش هقدر اكل. انا لاحظت امبارح بعد ما خلصت نمرتك انك تعبانه، يعني شويه ارهاق. ارهاق ولا اعراض حمل؟ انت بتقول ايه؟ لا 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 خلاص، لا فيش حاجه، خلاص انا عرفت كل حاجه. اتفضلي اقعدي. عرفت ايه؟ هو مش حسام كان متجوزك عرفي؟ واللي في بطنك ده منه؟ مين اللي قالك؟ فوزي. مالك؟ مش هي دي الحقيقة؟ ايوه بس حسام. ماله ماله؟ انا هقول لك على كل حاجة. حامل؟ هو ايه الغريب في كده؟ هو احنا برضو مش متجوزين؟ عرفي، هي اللي تتجوز عرفي ما تخلفش؟ شوفي يا هاني، إذا كان أنا متجوزها في النور وعلى إيد مأذون ما عملتهاش، يبقى أنت تعمليها؟ طب احمد ربنا إنها ما بتخلفش، وأنا اللي هجيب لك العيل. ومين قالك إنها ما بتخلفش؟ ومين قالك أصلاً إن أنا بحب الخلفة؟ سوزي، بقولك إيه؟ العيل اللي في بطنك ده لازم تنزليه. لا لا، أنت حر. يعني إيه؟ يعني ما عرفكيش وما شفتكيش ولا ليا أي علاقة باللي في بطنك. أنت بتقول إيه يا حسام؟ كابتن حسام! كابتن حسام يا سوزي، حد يسمعك كده ولا كده وأنت رافعة الكلفة اللي بينا هيبقى شكلك وحش. ده أنا مراتك. بأمارة إيه؟ قصدك الورقتين بتوع الجواز دول هيتقطعوا، والشهود انت ما تعرفهمش ولا تعرفي ساكنين فين ولا هتعرفي توصلي لهم اصلا. طب واللي في بطني؟ انت حره فيه. اذا كنت بقى عاوزه شوشره وعاوزه الناس تقول انك جايباه من الحرام وتبقى فضيحه، دي مشكلتك انت وبس. وساعتها الدنيا لفت بيا وما دريتش بنفسي. وقتلتيه؟ لا ما قتلتوش، ما قتلتوش. هي هي يا سوزي اللي قتلته. وليه ما يكونش فوزي؟ يعملها ولا اي جايز ولا فاتن كده، يبقى انت دشنت صح. ولا انت ايه رايك يا دكتور؟ المشكله ان كل واحد فيهم عنده الدافع للقتل. يعني ممكن يبقى حد فيهم؟ ممكن يبقى فيه حد تاني من جوه السجن او من بره السجن. زي مين؟ مش عارف، مشكله دلوقتي بقت صعبه ومتلخبطه. القهوه جت في وقتها، تعال هات. يا استاذ لو الحل في فنجان القهوه ما كانش حد غوله. طب اسكت 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 يا بيه. صابر ليه يعترف ان هو القاتل وهو بريء؟ انا معاك انها نقطة مهمة في القضية. دي أهم نقطة في القضية، عشان كده الحقيقة اللي أنت بتدور عليها هتلاقيها عنده. تمام يا فندم، المسجون صابر عبد الواحد إمام يا فندم. الزيارة 10 دقايق بس، أرجوك ما تطولش. حاضر يا فندم. ازيك يا عم صابر؟ انت سعيد؟ سعيد ابو حديد المحامي. انا متهيألي شفتك قبل كده. ايوه كنت موجود ليله الجريمه. ويا ترى مين اللي بعتك؟ ناس بيحبوك ومقتنعين ببراءتك. ياسمين. ياسمين ومجموعه من زملائها كده في السرب بعتوني علشان اساعدك. تساعدني في ايه؟ عاوز اعرف الحقيقه. ما انا قلت الحقيقه انك انت اللي
قتلت حسام؟ هو ساعتك مش كنت موجود ليلتها وشفت اللي حصل؟ بس مش ده رد على سؤالي. رد يا استاذ، انا قلته في محاضر البوليس وتحيات النيابه. بس انا عايز اسمعه منك. انا ما عنديش اي حاجه اقولها تاني اكتر من اللي انا قلته، وهقوله لك تاني. يا سعاده الباشا، انا اللي قتلت حسام مدرب الوحوش. فعلا انا ملاحظ كده انك مخبي حاجه كده عليا. يا استاذ ما انا قلت لك انا ما عنديش اي حاجه اخبيها. وبعدين في حد في الدنيا يتهم نفسه بجريمه ما عملهاش؟ ايوه، لما حد يكون خايف منه او خايف عليه وعاوز يحميه لدرجه انه يسلم رقبته لحبل المشنقه. طب قدر انت بقى خطوره الكلام اللي انت بتقوله ده، لان ده ممكن يوصلك لحبل المشنقه. يبقى قدر ومكتوب، ومحدش يا استاذ بيهرب من المكتوب. انت بقى بتهون على نفسك ولا عاوز تقنعني ان انت اللي قتلت حسام وبكده تقفل الباب في وشي؟ يا عم صابر، يا عم صابر فكر كويس، ما تلغيش عقلك. يا عم صابر انا عاوز اساعدك. وبعدين معاك بقى يا استاذ ما انا قلت لك القضيه خلاص بقت في المحكمه وكلها جلسه والتانيه، والقاضي يحكم بيها ونخلص من الموال ده خالص. ايوه بس لسه في امل. ما عادش منه فايده صدقني. انا معترف على نفسي والقضيه لابساني 100%. يعني خلاص يا استاذ، شيل ايدك بقى من الموضوع ده خالص وريحني. لا، مش قبل ما اوصل للحقيقه.